يسعد صباحك. يسعد صباحكم جميعا زملائنا في يوم جديد، من نصبح عليكم مرة ثانية من وادي الريان حتى نلقي الضوء على هذا الوادي الجميل اللي كان اسمه وادي اليابس، لكن زاروا سمو الأمير الحسن ذات مرة وسأل لماذا سميتوه باليابس وهو يانع، يعني وهو في مياه غناء وهو يعني كله خضار وطبيعه، فكيف بنسمينه وادي اليابس؟ كان يذكر بالماضي بس ما احلى اليابس. ما احلى الاسم، خلينا نتعرف من ما احلى الاسم انه يختار اسم باب من ابواب الجنه، اسم جميل. نعم شايفة، يعني هذا الآن كل لواء الكورة يتغنوا بهذا، ومحافظة إربد والوطن بجميع يعني أكيد يعني اللي بيزوروه هون راح يرجعوا مرة ثانية لجمال الطبيعة اللي فيه. خلينا نتعرف على هذا الوادي وجماله والخدمات الموجودة فيه للسياح مع رئيس بلدية برقش الأستاذ محمد بن مفرج. صباح الخير. صباح الخير أستاذ محمد. صباح الخير على الوطن، صباح الخير للإخوة المشاهدين. نحن الآن في منطقة وادي الريان، في منطقة جديدة تحديدا تبعد عن العاصمة عمان من 70 إلى 80 كيلومتر. حقيقة هذا الوادي يمتاز بفضل من الله عز وجل بزراعة، بوجود أشجار الرمان والزيتون والتين والعنب. نعم يمتاز بأشجار مختلفة أيضا، وهناك حقيقة يعني كم هائل من المصطافين إلى هذه المنطقة وخاصة نهاية الأسبوع. فنطالب من وزارة السياحة ثلاثة مطالب. الأول إنارة هذا الشارع وتعبيده، ثانيا تنفيذ مشروع طاحونة عودة. أستملك حوالي دنومات اثنين، وحقيقة الدكتورة مشاعل بذلت قصارى جهدها وهي متعاونة على بهذا الموضوع، وقمت بتوقيع خلينا نحكي مع المكتب الهندسي اللي بعثوه وزارة السياحة من قبل 6 شهور تقريبا، أنه سيتم إنشاء باركينج ومرافق سياحية وألعاب للأطفال. نطالب بوضع على هذه الموازنة. الشغلة الثانية تعبيد وادي الريان، لأنه حقيقة جزء في من وادي الريان متهالك، ولولا فضل من الله ثم لدولة رئيس الوزراء ومعالي وزير الإدارة المحلية قمت برفع كتاب ومخاطبة دولة رئيس الوزراء باستثناء، وحقيقة ما قصروا معي أنه يعني وافقوا لي على جزء يسير بتعبيد وادي الريان، ونطالب بتعبيده كاملا. نعم استاذ محمد، احنا بدنا نحكي عن جمال الوادي، عن عدد السياح يعني خصوصا في فصل الربيع، يعني بيزوروه الالاف، مئات الالاف لهذا الوادي. نعم. فانتم كبلديه يعني شو عملتوا حتى يبقى السائح يعني يمكث فتره طويله في هذا المكان ويتمتع بجمال الطبيعه؟ نعم، اولا هذه المناطق السياحيه هو حقيقه انا يعني هي ليس من صلاحياتي، هي من صلاحيه وزاره السياحه بديمومه النظافه بتامين البنيه التحتيه في هذا المنطقه، لكن حقيقه احنا خدمه لمنطقتنا وخدمه للمصطافين، اللي حقيقه هذه المنطقه مقصد لجميع المصطافين من داخل الاردن وخارج الاردن، نحافظ دائما على الديمومه، وهناك تعاون ما بيننا وبين الجهات الامنيه، وهناك دوريات من ناحيه المحافظه على سلامه وامن المصطاف. حقيقه احنا لن ندخر جهد ابدا بديمومه النظافه بالاشراف المباشر على هذه الوديان، وحقيقه تهيئه يعني الجو المناسب للمصطاف، لانه حقيقه تكون اعدادها مثل ما اسلفت وتفضلت انه يعني حقيقه كم هائل خاصه في العطل. نعم خلينا يعني اخيرا وليس اخرا، طلبنا وزاره المياه والري لاكثر من مره ان هناك في هذه المنطقه يا استاذ محمد حوالي 4 مصادر جوفيه للمياه، وتذهب هدرا، وهذه كما تشاهد خلفي المياه، اذا يا ريت يسلط على المياه اللي خلفي. نعم هناك حوالي تقريبا 4 مصادر جوفيه للمياه. طالبنا بإنشاء سد في وادي الريان لنحافظ على هذه المياه الجوفية ونستفيد منها في هذه المنطقة المملوكة طبعا للمواطنين، وتشجيعهم على الاستثمار
وهذا مصدر أرزاقهم، مصدر رزقهم. فنطالب وزارة المياه أن يكون هناك إذان صاغي لهذا الموضوع وتأخذ هذا الموضوع بجل الاهتمام. يعني احنا شايفين انه هذا الوادي يروي اشجار الرمان، كم عدد يعني الاشجار الموجوده هون؟ وهذا بالتاكيد راح يكون دخل للمواطنين. اشكرك. سؤال وجيه استاذ محمد. والله عدد الشجر الرمان من الصعب احصر، لكن هذا وادي الريان تقريبا مسافه طول 50 كيلو متر، العرض يتراوح ما بين 650 متر ولغايه الكيلو العرض، وهذا حقيقة يعني بيستفيد منه مئات العائلات، وليس عائلة واحدة أو ثنتين، مئات العائلات. هذه المواطنة الحقيقية عندما هو يعود إلى أرضه ويهتم بها ويزرعها ويعتمد على الذات، هذه المواطنة الحقيقية. يجب على الحكومة أن تدعم هذا المواطن. أبدا. نعم أستاذ محمد، يعني إذا كان معنا وقت، يعني شايفين أنه مرافق الخدمات بالنسبة للمواطنين المستضعفين معدومة، أين يعني كيف تأمنوها كبلدية، وما هي الجهات المعنية بهذا الموضوع؟ لابد من استملاك البلدية. الآن أنا عندي المقدرة وتوصلت مع وزيرة السياحة لينا عناب السابقة، معالي لينا عناب، يعني أبدت استدادتها على أنه تعطي كرفانات، لكن هذا ليس حل كافي. الكرفانات هذه أرض مملوكة، لا يمكن لمواطن يسمع لك تحط كرفان. على الحكومة أن تتولى هذا الاهتمام باستملاك قطع أراضي صغيرة وتضع فيها مرافق صحية ما عدا هذا المشروع اللي عند طاحونة عودة. وأنت بتعرف أنه هذه طاحونة عودة أنشئت عام 1596 قبل حوالي 420 سنة، وهي الأقدم على مستوى الشرق الأوسط. نعم. يعني أكثر من طاحونة، يعني طاحونة عودة وهناك طواحين أخرى، لأن وجود المياه كان يطحن القمح على هذه الطواحين. يعني بنعرف أنه في وادي جديدة أو في وادي الريان أكثر من 4 مطاحن. نعم. تحدثنا عنها. حوالي ثنتين، في واحدة بمنطقة اسمها المشرع، نعم، في وادي الريان أيضا، لكن حقيقة اللي قاموا بترميمها وإعادة تشغيلها وزارة السياحة، ألا وهي طاحونة عودة الآن الموجودة اللي بعد بتبعد عنا من هون تقريبا 150 متر. أستاذ محمد، يعني من أسألك عن طبيعة المنطقة، يعني إحنا شايفين أنه جبلية وفيها سهول، وبالتالي يعني تجذب السائح خصوصا في فصل الربيع. أنتم كبلدية يعني حاولتوا قدر الإمكان يكون عندكم يعني ما يعني وقت لتقديم الخدمة الفضلة للمواطنين، كيف وين الشراكة؟ مع مين لازم تعملوا حتى يستمر المواطن؟ وهل وضعوها على خارطة سياحية هذا الوادي؟ نعم، هناك حقيقة تشاركية بسيطة يسيرة جدا من خلال مكتب سياحة محافظة إربد الدكتورة مشاعل، لكن حقيقة لا يوجد اهتمام بالغ من قبل وزارة السياحة إطلاقا، ما فيه. وأنا راجعتهم أكثر من مرة، لكن حقيقة يعني ما بعرف شو المانع وما السبب انه يهتموا بهذه المنطقه. اهم شيء يهتموا بالبنيه التحتيه، اناره شارع الريان، تعبيد وادي الريان. طيب، بنشكرك استاذ محمد على هذه المعلومات، واحنا بنقدر يعني انه وزاره السياحه بتقوم بواجبها، لكن نامل انه هذا الوادي يقع على الخارطه السياحيه. زميله كاثي، زميله هبه، زي ما شفتوا هذا وادي الريان جزء بسيط منه، هو يمتد على مسافه 7 كيلو، وبالتاكيد سنكون لنا وقفه اخرى مع ايضا موضوع اخر. اليكم. نشكرك الزميل محمد عبدات، وسنعود لك تباعا.